بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان حسين الضوء أن تقيم هذا المهرجان إحياءً لمناسبة عزيزة ومناسبة حزينة على قلوبنا، ألا وهي ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة نرفع آيات العزاء إلى مقام مولانا صاحب الأمر الإمام الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بهذه الفاجعة، فاجعة كربلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن سمحتم لي باسمكم سيدي يا رسول الله، ها نحن اليوم وبعد أكثر من 1400 عام نحيي ذكرى سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، وخير ما نبتدئ به إحياءنا لهذه الليلة ولهذا المهرجان هو تلاوة آية من الذكر الحكيم، يتفضل بإلقائها على مسامعنا القارئ علي حامد الغراوي، فحيوه واستقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مسكينا ويتيما
صدق الله العلي العظيم. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. باسم أهالي المنطقة الكرام وباسم المنظمين للمهرجان، نرحب أجمل ترحيب بالضيوف الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات. نرحب بخدمة الحسين عليه السلام من الأهواز، ونرحب أجمل ترحيب أيضا بخدمة الحسين إخوتي الشعراء من محافظات العراق، إضافة إلى محافظتنا العزيزة بغداد. فأهلا ومرحبا بكم بين أهلكم في مدينة الصدر. عاشوراء ليست حدثا يستغرقه التاريخ ولا واقعة عفى عليها الزمن، هي البوصلة التي تحدد دائما مسار الحق لكل حر وثائر. عاشوراء هي المساحة الزمنية والمكانية الصغيرة التي منحت العالم أكبر تعريف للحرية، هي خزان الإيمان والثورة على الظلم والبغي والجهل. عاشوراء هي الكرامة والعزة والرؤوس المرفوعة والهامات الباسقة، هي التضحية والإيثار والحب والجود بالنفس كأعظم ما يكون الجود، هي المقاومة وانتصار الدم على السيف. أحبتي الحضور، أنا وأنتم الآن إلى من تبع بوصلة الحق وسار خلفها بكل حب وولاء حتى أصبح يفتخر بكونه خادما للحسين عليه السلام. نستقبل سوية خادم الإمام الحسين عليه السلام الشاعر محمد الفاطمي ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كل الحضور بكل المقامات، أحييكم بتحية الإسلام العطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القائمون على هذا المهرجان من خدمة الحسين والشعراء ولا سيما الأستاذ الفاضل السيد علاء، من خلالكم التحايا والاحترام لأهالي المنطقة ولكل الحضور، ونتشرف بالقراءة أمامكم. وسأتضامن مع كلمة الشاعر كرار الحلفي من خلال المحكمة ومن خلال ديباجة علي في الحفل الرائع، ولكن قبلها صلاتكم على محمد وآل محمد. ما لي أرى، ما لي أرى لون السماء تغيرا، أوجاء عاشوراء أم ماذا جرى، أو فاطم نشرت قميص حسينها أم صار وجه العرش أشعث أغبرا. ما لي أرى لون السماء تغيرا، أوجاء عاشوراء أم ماذا جرى، أو فاطم نشرت قميص حسينها أم صار وجه العرش أشعث أغبرا. ما للنجوم تلاطمت بضيائها والدمع من حور الجنان تحدرا، فالغيم أعلن حزنه بحداده وحداد ذاك الغيم أن يتصحرا. قمر تخضب نوره بظلامه وبكت عيون الشمس ضوءا أحمرا، سمعت بواعية الحسين مجددا فبكت ملائكة وصوت كبرا. ذبح الحسين من الوريد لزينب، الله أكبر ما جرى. الله عليكم جميعا. فالغيم خادم. ما لي أرى لون السماء تغيرا، أوجاء عاشوراء أم ماذا جرى،
أو فاطم نشرت قميص حسينها أم صار وجه العرش أشعث أغبرا؟ ما للنجوم تلاطمت بضيائها والدمع من حور الجنان تحدرا؟ فالغيم أعلن حزنه بحداده وحداد ذاك الغيم أن يتصحرا. قمر تخضب نوره بظلامه وبكت عيون الشمس ضوءا أحمرا. سمعت بواعية الحسين مجددا فبكت ملائكة وصوت كبرا. ذبح الحسين من الوريد لزينب الله أكبر ما جرى كي ينحرا. من كان ستر العالمين رداؤه سلبوه والجسد الشريف توذرا. أيحق للخيل الصعود لوجهه أم كيف تلك الخيل تسحق منبرا؟ فتكسرت تلك المفاصل كلها. خادمكم من واقع عاشوراء. خادمكم الله أكبر. ذبح الحسين من الوريد لزينب الله أكبر ما جرى كي ينحرا. من كان ستر العالمين رداؤه سلبوه والجسد الشريف توذرا. أيحق للخيل الصعود لوجهه أم كيف تلك الخيل تسحق منبرا؟ فتكسرت تلك المفاصل كلها. والسهم في صدر الغريب تكسرا والرأس فوق الرمح ينزف آية من أم حسبت وما يزال مؤثرا؟ قد كسروا أسنانه بحجارة وعلى سنان الرمح ظل موقرا. جرحوا مشاعر زينب بسؤالهم هل من كفيل أو علي كي أرى؟ أين الحسين وأين تلك رجاله؟ أولم يروا تحت العمامة خنصرا؟ الله عليكم. جرحوا مشاعر زينب بسؤالهم هل من كفيل أو علي كي يرى؟ أين الحسين وأين تلك رجاله؟ أولم يروا تحت العمامة خنصرا؟ فبكت ملائكة وصوت كبرا. في الأرض قد سبيت عيال محمد ذبح الفراشة أن تقاد وتؤسرا. بدخول ذاك السوق كان سؤالها كيف الضمائر قد تباع وتشترى؟ كم من كلام ضاع بين خيولهم وعلى الشفاه الذابلات تعثرا. كم من عريس مات يوم زفافه وبذاك وجه الأمهات تعفرا. كم من نداء بات دون إغاثة إن كنت حيا فالنساء كما ترى. فرت إلى البيداء طوع سياطهم يركضن خوفا والعدو تبخترا. كما أين أنت وأين أنت ولم تجب؟ كم من سؤال والجواب تعذرا. هل في فنون الحرب تسلب طفلة؟ هل إن في ذبح الرضيع مبررا؟ هل إن في حرق ال... أنا ما أريد نأخذ وقتكم. خادمكم. خادم 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 فبكت ملائكة وصوت كبرا. في الأرض قد سبيت عيال محمد ذبح الفراشة أن تقاد وتؤسرا. بدخول ذاك السوق كان سؤالها كيف الضمائر قد تباع وتشترى؟ كم من كلام ضاع بين خيولهم وعلى الشفاه الذابلات تعثرا. كم من عريس مات يوم زفافه وبذاك وجه الأمهات تعفرا. كم من نداء بات دون إغاثة إن كنت حيا فالنساء كما ترى. فرت إلى البيداء طوع سياطهم يرى.
يركضن خوفا والعدو تبخترا، كم أين أنت وأين أنت ولم تجب، كم من سؤال والجواب تعذرا. هل في فنون الحرب تسلب طفلة؟ هل إن في ذبح الرضيع مبررا؟ هل إن في حرق الخيام شجاعة وبحرقها قلب البتول تسعرا؟ هل إن في ضرب العليل رجولة كالشمس من فوق النياق تكورا؟ عجبا، وحق القلب أن يتحسرا، فبأي صبر قلب زينب صبرا في نينوى حتى النخيل تعسكرا وكلام عين الشامتين تخنجرا؟ ما كانت الحوراء إلا حيدرا أو حيدرا أو حيدرا أو حيدرا. أدت رسالتها بحفظ أمانة، والنصر في تلك الظروف تصدر. لكن ذاك الحزن كان بروحها حزنا حسينيا يحاكي الجوهرا. بنهار عاشوراء تركض حيرة، نظراتها بين الثريا والثرى. ما الحل لو حل الظلام بكربلا؟ ومجيء ليل الشامتين مبكرا، فتوجهت صوب الفرات وقولها كم من سؤال والجواب تعذرا. ولسان حال الخدر جاء بدمعها، في الليل ما حال العقيلة يا ترى؟ وبدليل 11 بس بدب لا عباس، وليه لبلا أبو فاضل ما مساهرت؟ وين وين خيمتهم الكلها تراب، يخنقني هواها شما تنفست؟ وين وين حارسهم المدري منين؟ شفت خنجر بشفه ومبتسم شفته واقف بالمكان البي يقف عباس. الطمت وجهه وصحت عباس، وين انت خادمكم؟ انا قريت بدون عادة على مود زملائي، خادمكم خادم صغير. ولسان حال الخدر جاء بدمعها، في الليل ما حال العقيلة يا ترى؟ وبدليل 11 بس بدب لا عباس، وليل بلا أبو فاضل ما مساهرت؟ وين وين خيمتهم الكلها تراب، يخنقني هواها شما تنفسته؟ وين وين حارسهم المدري منين؟ شفت خنجر بجفه ومبتسم شفته واقف بالمكان البي يقف عباس. الطمت وجهه وصحت عباس، وين انت؟ بجيت وقلت هاي الما تمر على البال، هاي البيها زينب تنذبح سكته. بخيمتهم بقيت او صرت كل عيون، ووزع صبري بين الوينة واليمتة. هذا ان شاء الله، وهذا الصبر مريود، وهذا الله كريم، وهذا شيمته، وهذا اسم الله عمه، وهذا يمه شبيك، وهذا اصبر يا روح، وهذا لازمته، وهذا الله عليكم. وبخيمتهم بقيت وصرت كل عيون، أوزع صبري بين الوينة واليمت. هذا إن شاء الله، وهذا الصبر مريود، وهذا الله كريم، وهذا شيمت، وهذا اسم الله عمه، وهذا يوم شبيك، وهذا اصبر يا روحي، وهذا لازمت، وهذا من العطش ماسكة راد يموت تلاحقت وعلى جدافات نيمت، وهذا البعد يرجف من صهيل الخيل، وهذا التومات الخيل ساحكته، وهذا المحترق، وهذا من العطش ماسكت راد يموت تلاحقته وعلى جدافات نيمت، وهذا البعد يرجف من صهيل الخيل، وهذا التومات الخيل ساحكته، وهذا المحترق بس مدري من يا نار، مدري من الخيم، مدري على والد. وهاي تصيح، هاي تصيح يا ابني الرمل حار عليك،
وهاي تصيح بويا وثوب وشاء وقت، وهاي تريد ماي الحنة العريس مصدومة وبعدها تفكر بزفته، وهاي تلولي نام وشابك الكاروك، وهاي تصيح عمي وانا وين انت، وهذا الحارس اللي على الخيمة ظل ما راح، الكتني يقول لي هاي العائلة بذمت، هنا طحت على وجهي وقمت ما ادري شلون اباوع للعليل، العليل العبرة خانت، الله يساعد الما يشكي من علته، وين يروح وين يروح، الله يساعد الما يشكي من علته وين يروح، حقه يباوع العنت. هذا صار، هذا صار، بس قلبي شي يريد يصير، وفجر ليل 11 شمات ناطرته بدمنا وش حكيهم على النوق النوق، وبديت اسمع حكي الما يوم سامعته، شنو نجيب الحبل ونشتف السجاد بحبل واحد نشد رقبته وعايدته، شنو بالكوفة باكر وادم يصيحون بالكوفة علي وما يفزع البنت، شنو صوت الطبل اخوان هذا واقع بدمنا وش حكيهم على النوق النوق، وبديت اسمع حكي الما يوم سامعته، شنو نجيب الحبل ونجتف السجاد بحبل واحد نشد رقبته وعايلته، شنو بالكوفة باكر وادم يصيحون بالكوفة علي وما يفزع البنت، شنو بصوت الطبل بالشام يتلقوك ها وين الكفيل شلون عافخته، شنو على عوادهم من يصعد السجاد، شنو من يسولف يقطعون سالفته، شنو يضحك يزيد قبال راس حسين، شنو بالخيزراني قلب بشفته، شنو التبجي على والدها بخرابة تموت، شنو يضحك يزيد قبال راس حسين، شنو بالخيزراني قلب بشفته في دول دموعكم، شنو التبجي على والدها بخرابة تموت، يضربوها إذا بالحلم شايف، ومن بين الحكي قالوا قالوا نطب بسوق، سمعت كل الحكي ومو كل سولفته، عفت باقي الحكي خاف العليل يموت، وبقيت ويا ابو الباقر لحظة ما عفته، باكر شام بس اطلب طلب بالشام، أسولف للكفن الحكي ما قلته، من يوصل أخباري لحضرة العباس، من يوصل أخباري لحضرة العباس، أول خبر لازم يوصل بوقته، بس خيق لزينب طبت أرض الشام، ما تدري بنفسها عدل لو ميت، دموعكم عند الزهراء واعتذر من الجميع عن التقصير، من خلال صلواتكم على محمد وآل محمد. لا أجد ما أعبر به عن شكري لما تناثر من الإبداع على هذه المنصة مواساة لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان من قبل خادم الحسين الأستاذ محمد الفاطمي، جزاكم الله ألف خير. أنا وأنتم مع خادم الحسين عليه السلام وأحد المؤسسين لهذا المهرجان، أنا وأنتم مع الشاعر أحمد معلة، فحيوه واستقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. المعزون، الأساتذة، المشايخ،
الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أصحاب الدعوة هم أخوتي، والحضور والشعراء هم أساتذتي، تعلمت منهم. صراحة أنا ما مدعو جاي أكنس وأمسح وأوزع ملح، لأن هذا مجلس أبو عبد الله. أجاني سيد علاء قال أخوي هيك، وقلت أخوي ما دام المجلس أبو عبد الله فأني خادم. إن شئتم نبتدي، أسمعونا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. بعد مرور سنين من واقعة الطف، هنا مولاي بأبي وأمي الفضل ابن الإمام العباس روحي لهم الفداء، دخل على عم محمد بن الحنفية سلام الله عليه، قال له عمي أنا ما رحت ويا أهلي بالطف وما لحقت، وانت صح ما رحت بس شفتهم شلون راحوا ووصلتك اخبارهم. عمي وصف لي اهلي شلون راحوا. عمي وصف لي اهلي شلون راحوا، وصف لي اياهم. مولاي محمد قال له هلك هلك، ماشت شعر شغلتهم ترتب، هلك ماشت شعر شغلتهم ترتب، هلك لي هسه منهم حلو ما يلحب، هلك ماشت شعر شغلتهم ترتب، هلك لي هسه منهم حلو ما يلحب، هلك باب الفراج وبوجه كل مسجون، هلك حرمل الباب بجية المغرب، قالوا حدبوا بالطف وقلت بهاي وهو البي خير مثل السلب اللي يحدب، قالوا حدبوا بالطف وقلت بهاي وهو البي خير مثل السنبلي حدب، قد ما وزعوا وخلصت حتى الهاك، قد ما وزعوا خلصت حتى الهاك، لا عدتهم تعب لا واحد يغدب، أهلك عزبوا مو بس جفوف وراس، بقت صدورهم للحافر تعزب، أهلك عزبوا مو بس جفوف وراس، بقت صدورهم للحافر تعذب، بعمتك مشت ناقه جيب لك قبان اذا يتحرك اشهد لك حق تعتب، بعمتك مشت ناقه جيب لك قبان اذا يتحرك اشهد لك حق تعتب، هلك راحوا عدل كانهم سام جايوس، والجايوس إذا ما طيح يصوب، هلك راحوا عدل كانهم سهم جايوس، والجايوس إذا ما طيح، والجايوس إذا ما طيح هلك مثل الرحف ترى وما مش راس، هلك مثل الرحف افترى وما مش راس، اطلع من الخيم متوذر من يطب، وش احكي لك بعد، وحسين عند اصحاب من هوسه قشر مستنقوين اللب، وش احكي لك بعد، وحسين عند اصحاب من هوسه قشر مستنقوين اللب، ما عدتهم رجل بالطف وما مكفوف، ما عدتهم ردن بلطف وما مكفوف، قاسر موشهم وعيونهم تضرب،
بالطف شفنا قالوا ترى صغار هواي. قلت لهم الطاسة وعلو وح الحب بالطف بالطف شفنا قالوا ترى صغار هواي. قلت لهم الطاسة وعلو وح الحب وعلو وح الحب من طبن حتى لا أطيل على أخوتي الأساتذة وآخر من وقتهم. من طبن بنات وعيال بأبي وأمي أبو عبد الله الحسين إلى المجلس. من طبن المجلس هنا راس أبو فاضل مولاي طب قدامهن. الرمح الشايل راس أبو فاضل طب قدامهن. مولاتي ما وعد قال سبحان الله سبحان الله حتى بمجلس الطاغوت والأقزام يأمل للدرب طب راسه ليه قدام. حتى بمجلس الطاغوت والأقزام يأمل للدرب طب راسه يأمل للدرب طب راسه. وعلي ما شرب ما يسئل وعلي الإسهام مبدل ما يلبي عيونه. وقالت يزيد مولاتي قالت يزيد قالت عدل رواحكم اخت القمر يمكم اذلكم انتم وشداد رايتكم. قالت عدل رواحكم اخت القمر يمكم اذلكم انتم وشداد اذلكم انتم وشداد. وديتوا علي دزيتوا علي سولف وشعتكم فضوني لا حشم راسه. فضوني لا حشم راسه. هنا يا سيد قال هاي المرة من على مولاتي زينب وهاي الوسن من وهاي العيال المن بدأ يكرر مولاتي تباوع نزل كالظلمح الشايل راس ابو فاضل بيده اليسرى وقال هذا الراس المن او هاي المرن من او هاي العيال المن. قامت مولاتي زينب قالت عوف سوالفك عوف الحكي اللي قلته ترى فوق الرمح عباس وانا اخته. عوف سوالفك عوف الحكي اللي قلته ترى فوق الرمح عباس ترى فوق الرمح عباس. شلون الخير تعوفه يطب ديوان يقطع راسه من تلقطع سالفته. تقول له تقول يزيد تقول له بيسويتك لا تكب بصاقك فنجان. الله يعزك. تقول له بيسويتك لا تكب بصاقك ترى الفنجان عندنا نحلف ببخت. اشماغ الساده من تتلاقى بيه مهيوب اسياد اسيادكم على الراس شايلته. القلب تشلبه بلحيته أخته وخلافه انتيه مثل عمو يدور قبور عائلته. اقعد تقلي يزيد قل لك اقعد عدل مو زينب بتحكي وياك أو تأدب لا وحق الأمس حشمته بيا تعيل أفر بس ما هو على الراس ينزل وات بس أنا مصبوته. بيا تعيل أفر بس باوع على الراس ينزل راد بس انا اللي مصبرته. لكن اعطيني مولاتي يوم وهب من قطعه راس منها شمره راس منها عليها. شايفين قصه هاي المراه العظيمه من قطعه راس منها هاي المهب العظيمه ايش سووا نذر قصتها ايش سووا ايش رجعوا عليها راس منها امها بقطعه راس منها وشمروا عليها فهي اخذتها اسوه بالحسين ورجعتها عليهم قالت شمرت راس ابنها او صاحت بفزعه احنا طينا كامل نقص بالرجعه. شمرت راس ابنها وصاحت شمرت راس ابنها وصاحت احنا طينا كامل احنا طينا كامل اخاف ببالكم شيء منا ما ودع رديت الراس ويا الخوذه. هذا هو أفلح من صلى على محمد وآل محمد. شكرا للحبيب الشاعر أحمد المعلم. أحبتي الحضور أنا وأنتم نذهب سوية
إلى كربلاء الحسين وشاعرها المبدع أحمد المرشد، فحيوه واستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. من وصايا الإمام الحسين للسيدة زينب عليهما السلام أختاه: إذا أنا قتلت لا تخمشي علي خدا ولا تشقي علي جيبا وتعزي بعزاء الله، كأني بها تقول تستاهل عليك الروس تتطشر، تستاهل عليك الروس تتطشر، بس أنا اختك وعد عينك تبشر، راسك شامخ وراس اقل منه بخيط، ولي دنق الهامة بذلته مقشر، وصيتك ألذ من حزني، وصيتك ألذ من حزني، وكسرت عليك صاغة باها بيها بصكة المحشر. من تعصرني دمعة أتخيل العباس فوق الرمح راسه وعلى الخدر أشر، وابدس حق على المكسور وامشي عناد، واتحمل غيابك يا حلو المعشر، بس عقب السبي عقب السبر دفتح مناحة وياك، اردفتح مناحة وياك، ولم الصابرات وبالبكى الصدر، واعطش لحد ما ينشف بدم الماي، واتعب لحد كون بنوم تتعثر، واذبل لحد ما بي على فك جفون، وون الحد يباس الهول بالمنحر، واتترب اتترب لحد طولي قبر ينشاف، بعين الفاقدات الغربة تتكتر، ورد المسرعك أرد المسرعك ممشى شمات النوق، تجر بحبالنا من عنها نتأخر، ولمدمك أرد المسرعك ممشى شمات النوق، تجر بحبالنا من عنها نتأخر، ولمدمك ألمدمك النقاطة شذر بالقاع، ألمدمك ألمدمك النقاطة شذر بالقاع، بمسير الشام راح احتمل والصبر، بس هذا المسير هذا المسير اسمح لي اريد انعاك، اريد اتحفى وابجيك على كبر البر، اريد الشمس اكثر من قبل تحتر، اريد الصحراء تقلب للتراب احمر، اريد اشرب مصابك واغص بالسجاد، أغص بالسجاد قوة طفح ملها وهو ما يقدر، قوة تعكز على العرش لما نقام، واخ شبيها لم شبيها لم يا قومة المضطر، قام 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 الباشط الترباد ذو الفقار، قومة منتصر مو قومة تتعذر، بس صدع لوجهه صدع لوجهه شقد حزن يا حسين، ما يشبه حزنه حزنه كان اكبر، المهم المهم عطلتك اتوكل على الله وموت، المثلك ما يطيح بموتك تكبر. احبتي الحضور، انا وانتم مع خادم الحسين عليه السلام الذي يتميز عني أنا شخصياً بارتباطه بنسبه بالحسين عليه السلام. المنصة الآن لخادم الحسين الشاعر السيد رفعت الصافي، فحيوه واستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. عندما
ولد الإمام الحسن سلام الله عليه، كان يبكي بكاء شديدا، فتعجب الجميع إلى أمره إلا الزهراء سلام الله عليها، أخذته وأدنته منها وقبلته قائلة: حقك يا كبير أمك، وراك حسين صغير، وشلت هم نحر اللي يذبحونك، وأنا والدك قبلك بجينا هواي من قالون بحافر يسحقونه، شكوا بالدنيا نبلة تحلفت بحسين، بس لو أدري شم ضيعات بعيونه، والصيم يجي قل الشذر شتال، مو بس محبس الخنصر يبوقونه، وبشرة وقل ربك ضام لك عباس، المتكامل يظلش ما يقطعونه، الشاب الراح توقف زينب بسدة، المن تخلص دي يتبرع بزندة، اللي ينطم راد للناس اللي يطلبونه، البعد الفو 500 سنة من الآن العراقيين أبو فاضل يسمونه، واحفظ وجه خيك يا الحسن على الغيب، وركز على رموشه وشفته وسنونه، يجي يوم وعلي من كثر ما عطشان يا بس وهل بيته ما يعرفونه، على الله وعلى حسين نشمها وبي خير، على الله وعلى حسين نشمها وبي خير، الدنيا خلاف اخوك قدار رازونه، واكبر يا ولد وحط جدرك على النار، غيرك ياهو يتلقى اللي يزورونه. عندما دخل العباس بن علي الى الميدان لم ينجو احدا من سيفه الا اثنين، وذلك بإرادته، لكي يذهبوا ويخبروا عبيد الله بن زياد بما وقع عليهم، فعند وصولهم إليه ارتعش مرعوبا من هول المنظر قائلا: ويحكم، من الذي فعل بكم هذا؟ تكلموا. فأجابه الناجي الأول قائلا: واحد قصته صيف وشتا تمطر، شفت بعيني ايده مقطع ويصطر سريع، واحد قصته صيف وشتا تمطر، شفت بعيني ايده مقطع ويصطر سريع سريع. شلون قلبك هسه يا مولاي من تقابله ما تلحق تفكر، شايل سيف اطول من صفنتك هاي، مدري شذ قلب رجليك من يخزر، يا مولاي من قلنا له ما تعبر، قفل كربلة احتارينا وين انفر، ظل يطلع قبالي منين ما اندار، اول مرة اشوف ابن ادم يخفر، سألني يا مولاي من قلنا له ما تعبر، قفل كربلة احتارينا وين انفر، ظل يطلع قبال منين ما اندار، اول مره اشوف ابن ادم يخضر، سالني وقلت له مستطرق، خزرني وقال: هاي المشرعه لو صحرا شو تصفر، يا مولاي ما استوعب من اذكر، سوالف على بال السيف ما تخطر، شنو نبله سهم بعيونه ومسيطر، شنو من يدق رجل جرف النهر يفطر، شنو من يكذجر بتلع القوم يكزبور، شنو يطلع لماي منين ما يحفر، شنو من القلق والخاف نستغفر، شنو واحد يقل للثاني اريد اظفر، شنو اللي ما عنده ظافر ياكل الخنصر، شنو خلانا شنو خلانا شنو خلانا مثل الحرمل نطفر. بالطف تنسمع دقة قلوب الخيل فوق ظهوره، اللي جبل ما يصبر،
يراد لها جرأة الشردة من عباس، يراد لها جرأة الشردة من عباس. يكشفك لو كنت بالطيف متنكر تشرد منه إلا بحالة واحدة يجوز، أقل شيء قبل 10 سنين متحضر. من شفنا زعل قامت خوذنا الضيق، كثر ما بقدم بالراس متخثر، قطعنا جفوف ردنا نوقف الامدادات، يقوى ما بجفة زينا بيها الشور، وقطعنا زنودة قطعنا زنودة وتندمنا يا مولاي، طلعت طقة زنودة ضلع تكسر. فالتفت عبيد الله بن زياد إلى الناجي الآخر قائلا: وأنت وأنت كيف رأيت العباس بن علي؟ تكلم. فأجابه الناجي الثاني قائلا: مثل جدر الحسن يا سيدي فور، أول مرة أشوفه انقطن ويعور. مثل جدر الحسن يا سيدي فور، أول مرة أشوفه انقطن ويعور. المكان المكان اللي بيحط رجله بخيتي يصير. فيا مولاي كل الطف بقى يشور، هدف عائلته كان اكبر من المي حيل، ومشاهد راد يمل علقم يصور، والا كان بالطف عنده استعداد يشربهم ولسه انت تجي يبور. نصعد 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 للقمر بالليل ونطفيه، وبس ينزع الثامة كربلة تنور. نصعد للقمر عم نصعد للقمر بالليل ونطفيه، وبس ينزع الثامة. يا مولاي أقلك بس أخاف تموت، ترى العباس عنك قاعد يدور. كل الشكر للحبيب السيد رفعت الصافي. أحبتي الحضور، باسم اللجنة المنظمة للمهرجان نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عمار الفكيكي والشاعر أحمد الصالحي من كربلاء، وإلى قناتي الأيام والنجباء. السيد رفعت الصافي كان هو مسك ختام هذا المهرجان. نلتقي وإياكم في العام القادم إن شاء الله، وخير ما نختتم به المهرجان وذكر الصلاة على محمد وآل محمد.